أهلا وسهلا بكم في مركز العبدلي لأمراض السكري والغدة الدرقية والغدد الصم. عند زيارتك للمركز سيتم الترحيب بك من قبل موظفي الاستقبال وإصدار بطاقتك الإلكترونية، ومن ثم اصطحابك من قبل الكادر التمريضي لقياس الطول والوزن وضغط الدم ونبض القلب ومستوى السكر والأكسجين، وإدخالها في ملفك الإلكتروني الخاص بك، ومن ثم مقابلة الطبيب. ويتميز المركز بوجود نخبة مميزة من الأطباء الاستشاريين واسعي الخبرة، وبتقديم العناية الطبية المتكاملة والمميزة لمرضى السكري بأنواعه. وحسب أحدث القواعد والمعايير الطبية العالمية في التشخيص والعلاج والمتابعة، حيث تتوفر وحدة العناية بالقدم السكرية وعلاج تقرحاتها، بالإضافة لوحدة الإرشاد والتثقيف الصحي لمرضى السكري والسمنة وتقديم البرامج الغذائية المناسبة. كذلك يقوم المركز بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى السمنة وهشاشة العظم، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية الديناميكية لتشخيص مختلف أمراض الغدد الصم. ويتميز المركز وبصورة خاصة بتوفر جميع الإجراءات التشخيصية من فحوصات مخبرية وتصوير الموجات فوق الصوتية والتصوير بالنظائر وسحب الخزعات النسيجية لتقييم أمراض الغدة الدرقية كاختلال وظائفها وعلاج الأسباب المختلفة لتضخمها والأورام، مع توفر جميع الطرق العلاجية الجراحية وغير الجراحية بالأدوية والنظائر المشعة والكي الحراري.